شكري يؤكد للمبعوث الأممي رفض مصر أي حلول عسكرية من شأنها انتهاك السيادة السورية. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يؤكد أن بطاقات الاقتراع ستكون مؤمنة تماما والانتخابات المقبلة ستكون نزيهة وشفافة. التحالف العربي يعلن بدء عملية الفيصل بدعم إماراتي في محافظة حضرموت باليمن. من اون لايف، اهلا ومرحبا بكم. اهلا بك شيماء، واهلا بكم مشاهدينا في جوله الاخبار. اشاد باتريك جيرار مدير المدرسه الوطنيه للاداره في فرنسا بتجربه البرنامج الرئاسي المصري لتاهيل الشباب على القياده، مؤكدا تطلعه للتعاون مع الاكاديميه الوطنيه لتاهيل وتدريب الشباب. وخلال لقائه مجموعه من شباب البرنامج الرئاسي، اكد جيرار تقديره واعتزازه بما يقدمه رئيس تاسيس للشباب المصري خاصه في مجال التاهيل، كما اكد سعادته الكبيره بزياره مصر. هذا ومن المقرر ان يلتقي المسؤول الفرنسي خلال الزياره رئيس عبد الفتاح السيسي. قتل 7 إرهابيين وضبط 408 آخرون في 9 أيام العملية الشاملة سيناء 2018. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة إن القوات الجوية دمرت 8 أهداف للعناصر الإرهابية، وتم الرصد واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء. استمرارا لنجاحات أبطال القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية في العملية الشاملة سيناء 2018 بشمال ووسط سيناء في فرض الحصار وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية وتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، فقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية: قيام القوات الجوية باستهداف 8 أهداف للعناصر الإرهابية وتدميرها بشكل كامل، والقضاء على 3 أفراد تكفيريين، وتدمير سيارة دفع رباعي مجهزة برشاش نصف بوصة، رصد واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بنطاق مدينة العريش، أسفرت عن القضاء على 4 من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 45 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات، تدمير 158 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلهم على عدد من الأسلحة الآلية والذخائر ومواد الإعاشة والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وضبط أكثر من 7 أطنان من المواد المخدرة، ضبط وتدمير 7 سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية و32 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، القبض على 408 أفراد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واستمرت القوات البحرية في تنفيذ مهامها المخططة وتأمين المسرح البحري من رفح وحتى العريش لمنع تسرب العناصر الإرهابية عن طريق البحر، فيما واصلت التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود
تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة لعدد 586 كمينا ودورية أمنية على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي، وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي. وقد تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط محاولة لتهريب أسلحة ومواد مخدرة على الحدود الغربية بعدد 99 بندقية خرطوش. وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتنظيم الأوضاع الأمنية والقانونية للمواطنين المقيمين بشمال ووسط سيناء، تقوم الأجهزة المختصة باستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي. وإلى ميونخ، حيث أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تطلع القاهرة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر. وخلال لقائه القائم بأعمال وزارة المالية الألمانية يانس شبان على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أشاد شكري ببرامج التعاون الإنمائي بين القاهرة وبرلين، معتبرا أن الشقة التنموية ركيزة أساسية للعلاقات بينهما. من جانبه، أشاد المسؤول الألماني ببرامج التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، لافتا إلى أن مصر شريك مستقر وقوي لألمانيا. وعلى هامش مؤتمر ميونخ للأمن، التقى وزير الخارجية سامح شكري وزيرة الدفاع الألمانية أرسولا فون دير لاين، وتضمن لقاء مناقشة جهود مكافحة الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التوترات في منطقة شرق المتوسط. من جانبها، ثمنت الوزيرة الألمانية مواقف مصر إزاء الأوضاع في المنطقة والدور المصري الحيوي والقيادي في حلحلة الأزمات الإقليمية في كل من سوريا وليبيا، إلى جانب محاولات دفع العملية السلمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو ما يعكس رؤية الثاقبة للقيادة السياسية في مصر. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري وزير الداخلية الألماني توماس ديمزيور على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. تناول لقاء العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين وسبل تعزيزها خاصة في مجال الأمن. كذلك تطرق اللقاء إلى آخر تطورات جهود مكافحة الإرهاب. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري نائب رئيس جنوب السودان تعبان دنق على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. جدد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ وحدة أراضيها. وخلال لقائه المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن ديمستورا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أكد شكري رفض مصر للحلول العسكرية التي تنتهك السيادة السورية وتقوض فرص الحل السياسي للأزمة القائمة. من جهته، استعرض المبعوث الأممي خلال اللقاء مخرجات مؤتمر سوتشي والجهود المبذولة لتشكيل اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة ومساري جنيف. وينضم إلي عبر الهاتف سعادة السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية سابقا للتعليق. سعادة السفير، أهلا بك معنا على شاشة أونلايف. يعني إلى أي مدى تبرز أهمية المشاركة المصرية في مثل هكذا منتدى يمثل بوتقة للنخب السياسية والأمنية والدفاعية على مستوى العالم؟ وأيضا تعليق حضرتك على هذه اللقاءات التي حفلت بها زيارة شكري في ألمانيا. أعتقد من المهم جدا حضور السيد الوزير الخارجية المصري في هذا المؤتمر، مؤتمر ميونخ للأمن، وده بيضع أمام المؤتمر الرؤى المصرية في مختلف المجالات الأمنية والاستراتيجية، وأهمها قضايا دولية زي نزع السلاح، أو قضايا ثنائية أو قضايا إقليمية زي العلاقات الخاصة، الأزمة الخاصة بسوريا والتطورات الهجرة غير الشرعية والتحديات الأمنية الواردة من جنوب الجزيرة العربية عن طريق التدخلات الخارجية.
وأنا لاحظت أيضا أن اللقاءات اللي تمت منوعة وتشمل قضايا ثنائية وحتى اللقاء اللي تم مع السيد دمسطورة أكد فيه السيد الوزير الخارجية المصري على ضرورة البعد عن التدخلات العسكرية وإيقافها داخل الأراضي السورية. دمسطورة أنت عارفة والمشاهدين عارفين أنه المبعوث الأممي للأزمة السورية وبيسعى جاهدا لخلق أجواء تفاوضية للتسوية السياسية دون التدخلات العسكرية اللي بتشهدها الأراضي السورية سواء من الطرف الأمريكي أو الطرف الروسي أو الإيراني أو تركيا وحزب الله. هذه التدخلات العسكرية من شأنها تقويض السيادة السورية على أراضيها وفي نفس الوقت ممكن تعطل كثيرا من وحدة الأراضي السورية. هناك إثارة للدخول التركي إلى الأراضي السورية بتثير النعرات المناطقية والإثنية الخاصة بالأكراد وطبعا تجعلهم مستفارين ومن شأن هذا أنه يثير حتى أفكار التقسيم وغيره وهذا أمر يخالف الرؤية المصرية والرؤية الدولية للأزمة السورية. ما ذكرت حضرتك يؤكد ويعرض وجهة النظر المصرية تجاه الأزمة السورية وتحديدا تجاه التدخل التركي في منطقة عفرين شمالية سوريا، ولكن بالنسبة لموقف أوروبا يعني الأزمة السورية مطروحة وبقوة على ملفات النقاش في مؤتمر ميونخ للأمن والسياسات الدفاعية، ولكن هل عدم وجود رؤية وسياسة محددة وواضحة وموحدة لدول الاتحاد الأوروبي تجعل من الصعب انه طرح رؤية مختلفة او اتفاق او خارطة طريق للأزمة السورية خلال هذا المؤتمر؟ لا يا فندم، اعتقد ان في مجال للعمل لحلحلة بعض المواقف او التعرف على الخطوات القادمة التي يعدها السيد دمسطورة في خلال عملية التفاوض من اجل التسوية. انما المشكلة كلها انه الأطراف المتدخلة عسكريا في الأزمة السورية كل له مصالحه الوطنية الخاصة وليست مصالح واسعة أو عالمية، وبالتالي قضية سوريا في حد ذاتها لن تبحث كبند مستقل من بنود مؤتمر ميونخ، ولكن ستكون يعني تداعياتها والظروف التي تمر بها أحد الأدلة اللي يستخدمها أعضاء المؤتمر أو الممثلين الحكومة المؤتمر للتدليل على سوء إدارة الأزمة حتى الآن من جانب الأطراف المتدخلة عسكريا. اثنين، إن تجاوزت تركيا بتدخلها الأخير في عفرين وتطلعها إلى القضاء التام على مجموعات الكردية الديمقراطية هناك والتي تراها أنها تهدد الحدود التركية. هذه الرؤية التركية مردود عليها بأن الأكراد الموجودين في سوريا يحاولون في نفس الوقت يعني تحرير الأراضي بتاعتهم من قوات داعش أو من العناصر الداعشية. والولايات المتحدة الأمريكية تزعم لنفسها أنها تحارب هناك تنظيم الدولي لداعش أو التنظيم يعني الداعشي، ولكنها في واقع الأمر تساعد قوات الجبهة الديمقراطية الكردية على استمرار التوازن وتهديد الأراضي التركية، مما يجعل الأتراك يتدخلون عسكريا بقوة. هذا التدخل السافر ليس في مصلحة تسوية الأزمة السورية في أبعادها الكلية، هي تشتيت الانتباه إلى منطقة الحدود التركية السورية فقط وتشتيت الانتباه عن محاربة داعش كتنظيم يعني يهدد كل الدول المحيطة بسوريا وليس يهدد الوحدة السورية والاستقرار في سوريا فقط. شكرا لك يا سيادة السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية، سابقا كنت معنا عبر الهاتف. إذن مشاهدينا، المزيد في هذا الشأن أيضا معنا هاتفيا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي شريف شحادة. أهلا بك سيد شريف، يعني اللقاء الخاص بوزير الخارجية المصري
المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا في على هامش طبعا مؤتمر ميونخ للأمن، كيف ترى هذا اللقاء وما يمكن أن يطرح فيه من نقاط بشأن طبعا الأزمة السورية والدور المصري في هذه الأزمة؟ سيد شريف هل تسمعني؟ الكاتب والمحلل السياسي شريف شحادة من دمشق هل تسمعني؟ شكرا جزيلا لك على أي حال. شارك وزير الخارجية سامح شكري في غداء عمل حول الاستقرار والتنمية في أفريقيا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وقال بيان للخارجية إن الحوار الذي حضره رئيس البنك الدولي ووزير الخارجية السوداني ناقش قضايا الأمن والاستقرار في أفريقيا وانعكاسها على جهود التنمية في القارة، لافتا إلى أن المشاركين أكدوا على أن أفريقيا بحاجة لمزيد من الإنفاق على التعليم وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى أهمية تقديم الدعم الكافي من شركاء التنمية. والتقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الألماني زيغمار جابرييل على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وتطرق اللقاء إلى آخر تطورات جهود مكافحة الإرهاب. أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التزام بريطانيا بأمن واستقرار أوروبا كما كانت في الماضي، مشيرة إلى التزام المملكة غير المشروط بالحفاظ على الأمن الأوروبي. إن الشعب البريطاني اتخذ قرارا ديمقراطيا وشرعيا لجعل المساءلة واتخاذ القرار أقرب إلى الوطن. لقد كانت دائما هذه هي الحالة بأن أمننا في وطننا يتم بالتعاون الدولي، لذلك نعمل مع المؤسسات التي تدعم ذلك بما فيهم الاتحاد الأوروبي. إن تغيير الاستراتيجيات التي نعمل بها لا يعني أن نفقد أهدافنا، وهي حماية شعبنا ومصالحنا حول العالم. لذلك خلال رحيلنا عن الاتحاد الأوروبي وخلق طريق جديد لأنفسنا في العالم، المملكة المتحدة ملتزمة بأمن واستقرار أوروبا كما كانت في الماضي. إن الأمن الأوروبي هو أمننا، وهذا سبب أنني أقول دائما إن المملكة المتحدة ملتزمة بشكل غير مشروط بالحفاظ عليه. ودعت ماي إلى معاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك لضمان التعاون في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب بعد خروج بريطانيا من التكتل. نحن بحاجة لإظهار بعض الإبداع والطموح لنتمكن معا من مواجهة تحديات اليوم والمستقبل، ولهذا اقترحت معاهدة جديدة لدعم علاقتنا الأمنية المستقبلية. يجب أن تحافظ هذه المعاهدة على قدراتنا العملياتية وأن تلبي ثلاثة متطلبات إضافية، وهي احترام سيادة كل من المملكة المتحدة والأوامر القانونية للاتحاد الأوروبي، وعلى سبيل المثال عند المشاركة في الجهات المختلفة للاتحاد الأوروبي ستحترم المملكة المتحدة صلاحيات محكمة العدل الأوروبية والحل المبدئي والعملي لزيادة التقارب في التعاون القانوني، كما أنه سيكون هناك حاجة لاحترام وضعنا الفريد كدولة ثالثة مع النظام القانوني السيادي الخاص بنا. خلال كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، اعتبر وزير خارجية ألمانيا زيغمار جابرييل أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تمثل نموذجا للتعاون والتنسيق المشترك، قائلا أن الاتحاد هو شريك وحليف قوي للجميع. كما شدد جابرييل على أهمية تكاتف الإنسانية لمواجهة التحديات التي تواجه الجميع. إن الاتحاد الأوروبي شريك وحليف قوي للجميع، وتمثل العلاقة مع الولايات المتحدة مثالا للتعاون على مستوى عال، وهو النموذج الذي يجب أن يتبعه الجميع. والآن بعد أن أصبح الاتحاد قوة كبيرة، فإنه يضع إمكانياته في خدمة العالم وأوروبا التي تعرف جيدا قيمة السلام بعد قرون طويلة من الحروب خاضتها في الماضي. ونحن نرى أن الإنسانية كلها مطالبة بالعمل سويا من أجل مجابهة تحديات الأمن المشتركة. حث مستشار الأمن القومي الأمريكي HR ماكماستر على الوقوف أمام حزب الله والحرب بالوكالة التي يخوضها بتحريض من إيران. وخلال مؤتمر ميونخ للأمن اتهم ماكماستر إيران بالعمل على زعزعة استقرار المنطقة. نحث كل الدول على تصنيف حزب الله بكل مشتملاته كمنظمة إرهابية. وفيما يتعلق بدور إيران، فإن ما ترونه الآن هو حقيقة حزب الله،
وما كانوا يقومون به من حرب بالوكالة بالإنابة عن الإيرانيين، وما كانوا يتلقونه من زيادة في قدراتهم الصاروخية وتطويرها لتهديد إسرائيل، بل وتهديد استقرار المنطقة كلها. وأرى أنه من المفيد لنا جميعا أن ننظر قليلا إلى الماضي ونرى ما تفعله إيران في المنطقة، وما تفعله يتطابق مع النموذج الذي يتبعه حزب الله ضد الشرق الأوسط الكبير من أعمال من شأنها إضعاف قوة الحكومات، ويريدون أن يبقى العالم العربي ضعيفا على الدوام. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش مؤتمر ميونخ للأمن إن موسكو ستنتظر ما ستسفر عنه التحقيقات في اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية. ليس لدي أي رد فعل على الإطلاق، لأن أي إنسان يمكنه أن ينشر ما يحلو له، ونحن نرى اتهامات وتصريحات وادعاءات متزايدة، كما أنني قرأت أيضا تصريحات للسيدة جانيت مانفرا السكرتير المساعد بمكتب الأمن السبراني والاتصالات، ولهذا علينا أن ننتظر حتى نرى الحقائق. أما أي شيء آخر فهو لا يعدو كونه ثرثرة، وأستمحيكم عذرا في عدم استخدامي لتعبيرات غير دبلوماسية. الآن ينضم إلينا موفد لايف رجائي رمزي من ميونخ. رجائي أهلا بك، وما المقبل بشأن جدول وزير الخارجية المصري سامح شكري؟ أهلا بك شماء. لعل الأجواء الآن في ميونخ شديدة البرودة، كما ترين الثلوج تتساقط في هذه المدينة، إلا أن هذا لا ينعكس على ما داخل الفندق مقر انعقاد قمة ميونخ للأمن. الأجواء بالداخل شديدة السخونة والحركة، هناك كثيرة جدا بسبب هذه اللقاءات الثنائية التي تجمع ما بين الوفود من كل البلاد. معالي وزير الخارجية سامح شكري، يعني على العنوان الأبرز اليوم في ثاني أيام هذه القمة، احتلت ألمانيا الصدارة سواء على الصعيد العسكري والأمني أو الصعيد السياسي، وأيضا على الصعيد الاقتصادي كانت له لقاءات مهمة مع وزير الداخلية الألماني ووزير الدفاع ووزيرة الدفاع الألماني بالأحرى، أيضا كان له لقاء تم أو انقضى منذ قليل مع وزير الخارجية الألماني. أيضا سوف يكون هناك لقاء مهم مع رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز. تعلمين أن هناك علاقات اقتصادية قوية ومهمة تجمع ما بين مصر وألمانيا سواء على الصعيد الحكومي أو على الصعيد الخاص. هناك مساعدات تم تقديمها من قبل بنك الإعمار الألماني لمصر للمساعدة في خطة الإصلاح الاقتصادية طموح التي انتهجتها مصر. أيضا شركة سيمنز الألمانية لها استثمارات كبيرة جدا في مصر في مجال الطاقة الكهربية، 14 ما يربو ما يزيد عن 14 ألف ميجاوات هي حجم الكهرباء التي سوف يتم توليدها من ثلاث شركات أو ثلاث محطات للكهرباء يتم إنشاؤهم من خلال أو عن طريق شركة سيمنز. إذن هي علاقات مهمة جدا تجمع ما بين البلدين مصر وألمانيا على كافة الأصعدة، الصعيد السياسي والصعيد الاقتصادي، أيضا على الصعيد العسكري والأمني. هناك اهتمام جدا من قبل الجانب الألماني بمعرفة ما يدور حول الجهود المصرية في إحلال الأمن والقضاء على الإرهاب والعملية الشاملة لمحاربة الإرهاب في سيناء 2018. كان هذا فيما لو صلى بالعلاقات المصرية الألمانية على هامش هذه قمة ميونخ للأمن. أيضا كان هناك عشاء عمل لمعالي أو غذاء عمل لمعالي وزير الخارجية المصري له فيما له صلة بالأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا وعلاقة الاستقرار بالأمن، وكلما هذه العلاقة الطردية التي تتناسب ما بين الاستقرار، وكلما كان هناك جهود لتحقيق الاستقرار وكلما كان هناك جهود لتحقيق الأمن في أفريقيا، بالتأكيد هذا ينعكس طرديا على إحداث وجهود التنمية في البلاد. أيضا كان هناك إشادة بالحكومة الرشيدة من قبل معظم الدول الأفريقية
في ما له صلة بمحاولتهم وجهودهم لتحقيق نسبة كبيرة من الأمن بشكل نسبي. طبعا تعلمين شيماء أن إذا ما قرنت حجم الحروب في القارة الإفريقية هذا الوقت بالوقت السابق نجد أن عدد الحروب وعدد النزاعات كان في انخفاض تدريجي. نحن الآن نتحدث عن الحكومة الرشيدة لمعظم قادة دول يعني لقاءات ثنائية متعددة الموضوع بين الجانب المصري والمشاركين في هذا المؤتمر. رجائي أريد ما بين دول الاتحاد الأفريقي ودول الأفريقية والأوروبية. أريد أن أسألك أيضا عن جلسات مؤتمر ميونخ، يعني ما هي الجلسات المقبلة لهذا اليوم وغدا أيضا، وتحديدا جلسة الخاصة ب يعني وزير الخارجية المصري وهو يتحدث كمتحدث رئيسي طبعا في الجلسة. صحيح، بعد نحو الساعة والنصف من الآن تقريبا سوف يكون معالي وزير الخارجية السيد سامح شكري من ضمن المتحدثين الرئيسيين في الجولة في الحديث عن الإرهاب بعنوان جهاديزم أفتر خلافة أو المذهب الجهادي، فيما لو صلة بما بعد الفكرة أو فكرة الخلافة المزعومة. سوف بالطبع سوف يكون هذا حديث مهم سوف يتم نقله على الهواء مباشرة. أيضا هناك كما ذكرنا اجتماع يجمع ما بين وزير الخارجية وأيضا رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز. هذه أبرز اللقاءات والاجتماعات اليوم. غدا اجتماع مهم جدا مع رئيس الوزراء العراقي سيد حيدر العبادي، وبهكذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه المباحثات الثنائية التي تجمع ما بين وزير الخارجية وما بين كبار المسؤولين في دول العالم وأيضا المنظمات الدولية. لك شيماء. نعم، إذن أشكرك شكرا جزيلا لك رجائي رمزي مفهد أونلايف من ميونخ، شكرا جزيلا لك. بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيدرفان برازاني في مدينة ميونخ الأزمة بين بغداد وأربيل. أشار مصدر مطلع إلى أن الجانبين بحثا آخر المستجدات على الساحة السياسية، كذلك سبل حل المسائل العالقة بين الطرفين. وأكد المصدر أن العبادي وبرازاني تطرقا إلى مسألة الرواتب المتأخرة. هذه الساعة الإخبارية لا تزال مستمرة، ولكن بعد فصل قصير فقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ولا تفاصيل في تصريحات لأونلايف، تعهد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، مشددا في الوقت ذاته على أن وسائل الإعلام يقع على عاتقها مسؤولية تثقيف الناخبين ودعوتهم للمشاركة في العملية الانتخابية. قمنا بمراجعة كافة التقارير السابقة في الانتخابات السابقة ورأينا تلافي السلبيات التي وردت فيها عشان كلها تكون إيجابيات إن شاء الله، وتكون انتخابات ناجحة ونزيهة وشفافة بنسبة 100% إن شاء الله. ودورهم إن هم يثقفوا الناخبين ويدعوهم إلى الانتخابات الرئاسية ويحشدوا لها حتى تكون انتخابات رئاسية تليق بمصر. وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أن بطاقات اقتراع الناخبين ستكون مؤمنة تماما ويصعب اختراقها. اتفاق مع مجلس إدارة الهيئة في ان احنا نقوم بطبع بطاقات الاقتراع، وان شاء الله تكون بطاقات مؤمنة تماما يصعب التلاعب فيها او تزيد. عدد قد ايه يا فندم؟ عدد قد ايه اللي هتطبعوه باذن الله؟ لسه ما اتفقناش مع مجلس إدارة، بس غالبا هيكون بقدر عدد المقيدين في لقاء بيانات الناخبين ان شاء الله. أكد وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان أن متابعة وسائل الإعلام للانتخابات الرئاسية معيار مهم للحكم على سلامة إجراءاتها. جاء ذلك خلال ندوة نقاشية نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة حول معايير تغطية الانتخابات بحضور عدد من المسؤولين والصحفيين. نجد الهيئة الوطنية للصحافة حريصة على تثقيف أبنائها وزيادة خبراتهم حتى يؤدوا دورهم في متابعة الانتخابات الرئاسية بأسلوب مهني سليم، سواء كان ذلك في نقل الأخبار أو التحليل أو الرأي أو التنوير.
فقيام وسائل الإعلام ومن أهمها الصحافة بدورها في المتابعة الانتخابية هو أحد المعايير الدولية للحكم على سلامة الإجراءات الانتخابية. ومن هنا تأتي أهمية الإلمام بكيفية أداء هذه المتابعة والإطار القانوني الحاكم لها. طلب رئيس حزب حماة الوطن الفريق جلال هريدي الناخبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بغض النظر عن التوجهات الشخصية. وخلال المؤتمر العام الأول للحزب أشاد هريدي بجهود رئيس عبد الفتاح السيسي في البناء والتعمير. السيد الرئيس قال إذا لزم الأمر أنا عايز التفويض عشان مجابة كذا. نزلنا الانتخابات يا جماعة هو التفويض، لازم ننزل، ما حدش يقول ناجح ما ينفعش، لازم ننزل الانتخابات ونقول رأينا حتى يشعر العالم كله أن الشعب هو عايز الرئيس السيسي يا سادة بيبني دولة من مفيش، ما كانش في دولة، الدولة بتبنى من جديد ويجب أن نساعده على هذا. من فضلكم اللي بيحب مصر، اللي بيحب مصر ينزل الانتخابات ويقول رأيه أيا كان الرأي، بس انزل وشارك. قال أمين عام حزب حماة الوطن أسامة أبو المجد في تصريحات لأون لايف إن الحزب يهدف إلى دعم مصر في الأمن القومي وتنمية روح الولاء للوطن، مؤكدا دعم الحزب لرئيس السيسي في تولي فترة رئاسية ثانية. الغرض الأساسي من هذا المؤتمر هو مؤتمر العام الأول، تم انتخاب فيه رئيس الحزب بالتزكية. عايزين نقول النهاردة أن حزب حماة الوطن هو حزب سياسي موجود في الساحة السياسية النهاردة من أجل دعم مصر في الأمن القومي وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن. بنقول بنوصل رسالة النهاردة للشعب المصري ولكل المسؤولين في الدولة أن المرحلة القادمة هي مرحلة فارقة. الحزب نازل النهاردة عشان يقول كلمته ويدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تولي فترة رئاسة ثانية من أجل الاستقرار والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي الذي بدأه منذ 4 سنوات. نظمت حملة عظيمات مصر معك مؤتمرا ثانية لدعم رئيس السيسي للترشح لولاية ثانية. قالت دكتور منى حامد مدير الحملة إن مصر تخوض حربها ضد الإرهاب وتعمل في عهد رئيس السيسي على قلب رجل واحد، مشيدة بمشروع الصوب الزراعية الذي تعمل الدولة على قدم وساق لتنفيذه. وأكدت حامد أن العملية العسكرية الشاملة في سيناء تدل على أن السيسي إذا وعد أوفى، وأشاد بتوجيهات الرئيس للاهتمام بالتأمين على العمالة غير المنتظمة التي أهملتها كل الأنظمة السابقة. قال عمر المختار سميدة رئيس حزب المؤتمر ومؤسس حملة كلنا معاك من أجل مصر إن الحملة تنظم مؤتمرات جماهيرية حاشدة لدعم الرئيس السيسي في المحافظات منذ أسابيع. وأضاف سميدة أن هذه المؤتمرات تنظم لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأن جميع القبائل على مستوى مصر تدعم الرئيس السيسي وأن القبائل تعمل على لم الشمل. كما أضاف أن الرئيس السيسي وقف موقف بطولي وأن مصر شهد تطورا اقتصاديا في مصر وفي عهد الرئيس وطلب بمشاركة جميع المواطنين في الانتخابات الرئاسية. افتتح وزير الأثار خالد العناني أعمال تطوير متحف مسلة المطرية بمنطقة المطرية الأثرية. وتعد مسلة سينوسرت الأول الأثر الباقي من المعبد الذي شيده الملك سينوسرت الأول. وفي عام 1982 قررت هيئة الأثار تطوير الموقع وإنشاء متحف مفتوح يضم بقايا أثار معابد المدينة، ثم أعادت الهيئة تطوير الموقع في 2008. وفي تصريحات لأونلايف قال وزير الأثار خالد العناني إن الوزارة ستفتح أبواب متحف المطرية أمام الزوار بالمجان لمدة أسبوع، مشيرا إلى أن الافتتاحات والكشوفات الأثرية المتعاقبة تعمل على تحسين الصورة الذهنية عن مصر. احنا عملنا اسبوع مجانا لاهلنا والمصري للعرب وللاجانب المقيمين يجوا يزوروا المنطقه، واللي عاملين في وزاره الاثار فرحانين جدا ان متحفهم الخلصان مقفول بقاله 7 سنين معرفش ليه. النماذج دي شفتها كتير على فكره، انا كنت برضو السنه اللي فاتت رحت ركن فاروق في حلوان لقيته مقفول بقاله 7 سنين، مقفول ليه؟ قالوا مش عارف طلع محتاج كاميرا وبوابه ايه، حاجات كلها كلفت عشرات الاف مجانات وفتحناه. لما جيت على الحاجات دي انا مش جاي ان اقول الاقي بكره اتوبيسات سياحه في المطريه،
ولكن هي رسالة. لما السفراء النهاردة يجوا النهاردة ويقولوا أن الداخلية وافقت أن المحافظة بتتعاون، الآثار كل أسبوع فيه الحمد لله يا افتتاح يا كشف، كل ده هيحسن الصورة الذهنية، وده اللي احنا عايزينه. احنا لو عايزين سياحة لازم نروح للناس دي. أنا شايف أن أكتر حاجة هتروح للناس كل مواطن في بيته هي الآثار المصرية. المعارض النهاردة لما احنا بنسافر بره ونروح بالمعارض بتاعتنا ويجوا ناس مسؤولين كبار يفتتحوا، كل الناس مئات الآلاف تزور ويشوفوا 100 قطعة يقول لك أنا أروح أشوف الباقي في مصر. لازم نروح للناس عشان الناس تفتكرنا بصورة إيجابية. عايزين نقاوم الإعلام اللي موجود في بعض الدول اللي بيهاجمنا على طول. كما كشف العناني عن 3 معارض دولية كبيرة للأثار المصرية سيتم تنظيمها في كندا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الأثار هي سفيرتنا التي تجوب العالم، متحدثة عن حضارتنا العريقة. شهر مارس 3 معارض كبيرة، 11 مارس في تورونتو معرض إسلامي، 21 مارس في سانت لويس معرض الأثار الغرق اللي كان في زيوريخ، بعد ما راح باريس ولندن وزيوريخ رايح أمريكا. أثارنا النهاردة هي سفراءنا بتلف في العالم تتكلم عن الحضارة المصرية وعظمتنا وتفردنا وتلفت الانتباه لنا بشكل إيجابي، ودعاية مجانية وبناخد فيها فلوس. المعارض الثالث في شهر مارس، 24 مارس في لوس أنجلوس، 166 قطعة من أصل 5398 قطعة للملك توت عنخ آمون، هيسافروا يتعرضوا هناك، ثم بعد كده هيتحركوا يروحوا باريس إن شاء الله بإذن الله. يوم 7/7 معرض أثار في موناكو، جاري دلوقتي اتخاذ الإجراءات النهائية لمعرض في جمهورية التشيك، معرض في ألمانيا، ومعرض أثار إسلامية في السعودية إن شاء الله بإذن الله. هنتواجد بقوة بإذن الله على الساحة الدولية بعد ما اختفينا منها. مش دخل مادي ولا دعاية سياحية، هي بتعبري عن حضارتك وتفردك. كل الناس تتكلم على مصر، كل الشوارع فيها إعلانات عن مصر، حاجة إيجابية بيدفع لها مئات الملايين. إحنا بناخد فلوس عشان نعملها، بناخد ضمانات حكومية من الدول، بنبعت ضباط مع الآثار، بنبعت مفتشين آثار مرافقين للآثار، إحنا اللي بنختار شركات التأمين، إحنا اللي بنختار شركات الطيران، وبناخد فلوس وبنتعرض في أكبر أماكن في العالم. في خبر وردنا منذ قليل، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من جهد كبير في حماية الوطن والمواطنين بإخلاص وتفاني. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، أشار الرئيس السيسي إلى مواصلة الجهود المشتركة للقوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية لضمان التنفيذ الكامل لأهداف العملية العسكرية، فضلا عن تأمين وحماية المدنيين في مناطق العمليات ومختلف أنحاء الجمهورية. هذا وقد شهد الاجتماع أيضا استعراض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام، حيث شدد الرئيس على ضرورة مواصلة التنفيذ المتكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن متابعة الجهود لتوفير السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة. بدأت عملية الفيصل بقيادة قوات التحالف الذي تقوده السعودية وبدعم كبير من القوات الإماراتية لتطهير جيوب وأوكار عناصر تنظيم القاعدة في وادي المسيني في محافظة حضرموت اليمنية، فيما تصدت القوات السعودية لمحاولة عناصر حوثية التسلل إلى الحرم الحدودي بين السعودية واليمن، وذلك بعد رص غرفة العمليات المشتركة لهم. قالت القوات السعودية إن العمليات أسفرت عن مقتل 30 حوثيا وتدمير منصات القذائف ومواقع تجمعاته. تحتفل ليبيا اليوم بالذكرى 7 لثورة فبراير والتي أطاحت بنظام معمر القذافي، حيث تشهد العاصمة طرابلس انتشارا أمنيا مكثفا لتأمين احتفالات ليبيين بذكرى ثورة 17 من فبراير لعام 2011. بحلول الذكرى 7 لثورة 17 من فبراير في ليبيا، تعود بنا الأحداث إلى فبراير لعام 2011، حيث خرجت مظاهرات حاشدة أطاحت بنظام القذافي والذي حكم البلاد لأكثر من 42 عاما. تطورت أحداث الثورة في ليبيا منذ بدايتها حتى سقوط القذافي خلال عدة مراحل، أبرزها تصاعد الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين، على إثرها صوت مجلس الأمن الدولي في 17 من مارس لعام 2011 لصالح قرار يقضي بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين. وفي 19 من الشهر ذاته بدأت القوات الفرنسية والبريطانية والأمريكية بأولى عملياتها العسكرية في ليبيا بإطلاق 100 صاروخ و10 من سفن حربية وغواصات بريطانية وأمريكية، ضربت 20 هدفا جويا ودفاعيا في ليبيا. وفي 27 من يونيو من نفس العام أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق القذافي
وعدد من رجاله لدورهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قمع ثورة الشعب الليبي. وأمام إصرار القذافي على البقاء في منصبه، ظل صمود الثوار الليبيين حتى جاءت أنباء تفيد بمقتل القذافي في معارك بمدينة سرتة، وذلك في 20 أكتوبر من عام 2011. خلال أحداث الثورة الليبية وما عقبها، حاولت بعض الجماعات الإرهابية استغلال حالة الاضطراب التي تعاني منها البلاد في تنفيذ مخططاتها، ولكن الجيش الوطني الليبي ظل لها بالمرصاد، وظل يخوض معارك ضارية لتحرير ليبيا من الإرهاب وإعادة الاستقرار إليها. نفى مصدر دبلوماسي تركي اتهامات وحدات حماية الشعب الكردي السورية لجيش بلاد باستخدام غازات كيماوية في هجمات على مدينة عفرين. كانت وحدات حماية الشعب الكردي السورية والفصائل المتحالفة معه اتهمت الجيش التركي باستخدام غازات محرمة دوليا خلال عملياتهما العسكرية في منطقة عفرين. وأوضح الأكراد أن القصف التركي الذي طال إحدى قرى عفرين أمس أدى إلى إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق، وأعراض أخرى تشير إلى أنه كان هجوما بغاز سام. أحبط الجيش الأردني مخططا لتهريب أسلحة ومخدرات وإرهابيين. وأفاد بيان للقوات المسلحة الأردنية أن المخطط بدأ الإعداد له من خلال مجموعة من الإرهابيين وتجار المخدرات باستخدام أنبوب نفط قديم يربط بين الحدود الأردنية والسورية، كما يربط الحدود الأردنية والعراقية، حيث قامت المجموعة الإرهابية باستخدام أحد البيوت القريبة من الحدود وخط الأنابيب وعمل مجموعة من الأنفاق وتجهيزها للاستخدام في عمليات التهريب وتنفيذ العمليات الإرهابية. حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تركيا على مراعاة مصالح حلف الناتو خلال عملياتها العسكرية في عفرين السورية. ودعت ميركل في تصريحات صحفية أنقرة إلى تجنب القيام بأي أعمال قد تؤدي إلى ظهور توتر داخل الحلف، مشددة في الوقت ذاته على تنسيق الأعمال بين أعضاء الحلف. قتل 19 شخصا في هجوم انتحاري نفذه 3 أشخاص في مدينة مايدوغوري بشمال شرق نيجيريا. وقال مفوض الشرطة في مدينة مايدوغوري التي تعد معقلا لجماعة بوكو حرام داميان تشوكو، قال إن الهجوم وقع بأحدى الأسواق على مشارف المدينة، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 22 شخصا. مشاهدينا، هذه النشرة متواصلة مع حضراتكم. المزيد من الأخبار بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا لهذه النشرة، ونواصل هذه الساعة الإخبارية. أطلق ائتلاف دعم مصر حملة حل وطمن بعزبة الهجانة بمدينة نصر، وذلك في إطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان مصر خالية من فيروس سي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومشيخة الأزهر. شارك في فعاليات الحملة أسطورة كرة القدم روبرتو كارلوس بحضور عدد من الشخصيات البرلمانية والعامة. تأتي مشاركة النجم العالمي في هذه المبادرة للمساهمة في نشر التوعية والكشف والعلاج المجاني على مرض فيروس سي، بعدما أصبحت مصر أهم الدول العالمية في علاج هذا المرض وقبلة للسياحة العلاجية. هذا وأكد النجم البرازيلي روبرتو كارلوس أنه سيشارك المصريين في أي فعالية تطلب منه ضمن حملات القضاء على فيروس سي، عبرا عن سعادته بوجوده في مصر. Estoy muy feliz de estar aquí en el Cairo y poder ayudar el país y ayudar las personas que tienen el tema de la hepatitis. أنا موجود في مصر هنا، مبسوط جدا بتواجدي في مصر هنا، وأنا موجود هنا عشان أساعد كل اللي عندهم فيروس سي. Estaré siempre a disposición para ayudar a personas más necesitadas. وأنا إن شاء الله متواجد في أي مناسبة خصيصا حتى أقدر أساعد كل اللي عندهم مشكلة عندهم فيروس سي. ومن جانبه قال النائب محمد مصطفى السلاب عضو ائتلاف دعم مصر إن الائتلاف تبنى حملة عزبة الهجان للقضاء على فيروس سي لتعزيز جهود وزارة الصحة. هي دي أول قافلة طبية معمولة من وزارة الصحة بالمبادرة مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا للقضاء على فيروس سي، وتبنتها ائتلاف دعم مصر علشان خاطر يبتدوا ينزلوا للناس، علشان خاطر اللي هو مبادرة اكشف وطمن، علشان خاطر ان احنا بنحاول ان احنا نساعد الحكومة ونساعد
وزارة الصحة ان هي تقضي على الفيروس سي، وان احنا حتى يعني قبل 2020 نكون ما فيش فيروس سي في مصر ان شاء الله. وأضاف السلاب في كلمته بالمؤتمر المقام بعزبة الهجانة أن ائتلاف دعم مصر سينظم قوافل في كل المناطق النائية للقضاء على المرض بشكل نهائي. وقلنا أن احنا عايزين نبتدي من منطقة في القاهرة مزدحمة، ما يعني فيها عدد سكان كبير، مش منطقة يعني من اللي هو المناطق الراقية، من المناطق اللي هي يعني أقل من المتوسط وقليل الدخل، علشان خاطر ان احنا ديت بيبقى فيها يعني نسبة المرضى بيبقى نسبة عالية، فاحنا قلنا هنبتديها من المنطقة هنا، وان شاء الله يعني هيكملوا بعد كده القوافل في 240 عربية زي اللي احنا شايفينهم دول، هيبتدوا ينتشروا في كل محافظات مصر ان شاء الله. قالت وزيرة التخطيط دكتورة هالة سعيد إن النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها للمرة الأولى منذ فترة، يصل معدل النمو إلى 5.3%. النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح بدأت تظهر بوادرها منذ الربع الثالث من العام الماضي، إحنا لأول مرة بيبقى عندنا معدل نمو نوصل له 5.3% مقارنة ب 3.6% في العام الماضي، نفس الفترة من العام الماضي عندنا ثلاث أرباع متتالية عندنا معدل النمو متزايد. معدل التضخم اللي هو كانت التكلفة الأساسية لبرنامج الإصلاح بدأ في النزول بشكل كبير. معدلات التشغيل احنا النهاردة واحنا بنتكلم على معدلات نمو، بيهمني أن يكون هناك تنمية حقيقية، لأن التنمية الحقيقية أو معدلات النمو دي كلها هدفها أن احنا نخلق فرص عمل لائقة للمواطنين. إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، ولم يتبقى فيها سوى تذكرة بأهم عناوينها. شكري يؤكد للمبعوث الأممي إلى سوريا رفض مصر أي حلول عسكرية من شأنها انتهاك السيادة السورية. رئيس الوطنية للانتخابات يؤكد أن بطاقة الاقتراع ستكون مؤمنة تماما، والانتخابات المقبلة ستكون نزيهة وشفافة. التحالف العربي يعلن بدء عملية الفيصل بدعم إماراتي في محافظة حضرموت باليمن. مشاهدينا، إلى هنا نصل لختام هذه النشرة. دائما بإمكانكم متابعة المزيد عبر حساباتنا الرسمية على فيسبوك، تويتر، ويوتيوب، ولقاء إخباري تالي على رأس الساعة.